مهرجان ولاد المدينة في دورته الثانية التي نظمت ما بين 29 يوليوز وفتح بوشت كانت حافلة بالجديد. فالهدف الأول دائما لهذا المهرجان يبقى هو إبراز المواهب الشابة والواعدة، وهذا هو الذي دفعنا في هذه السنة إلى إجراء كاستينغ انتقائي من أجل اختيار عدد من المواهب الشابة وتكوينها عبر مجموعات من أجل تقديم عروض موسيقية، وهذه اللي كانت في سهرات ديال المواهب. أيضا كانت حافلة بالجديد عبر حضور فرقة كل شيء من مدينة طنجة والتي تعنى بأغاني الكارتون والرسوم المتحركة، وكذلك اختتام هذا المهرجان بالسهرات الفنانة الكبيرة السوبرانو سميرة القادري. على العموم مهرجان هذا السنة تميز بإجراء 4 سهرات، والهدف منها دائما هو إبراز قدرات ومواهب المدينة، وهو ينطلق من تسمية مهرجان ولاد المدينة، وأيضا محاولة تقديم منتوج فني راقي يحاول ما أمكن تحسين أذواق الساكنة العائشية وتقديم الجديد دائما. يعني بالنسبة لأفاق ديال المهرجان بالنسبة للتطوير سواء في المسابقات أو في الجوائز إذا كان ممكن، أو كذلك تسويق المهرجان. الآن نظم في دورته الثانية، والهدف دائما هو تسويق صورة المهرجان كمهرجان يحتضن المواهب والكفاءات الشابة من أجل تكوينها وإعطائها الفرصة حتى تعبر عن نفسها سواء في أغاني أو فيديو كليبات أو أعمال مشتركة بين هذه الفئات. وأيضا ربما في الدورة المقبلة أن نلجأ إلى أصناف من المنافسات والمسابقات المتنوعة من أجل رفع قيمة التنافسية بين هؤلاء الشباب، ثم تنويع الأنشطة الفنية للمهرجان عبر إدماج فنون أخرى كفن المسرح أو الفن الرسم التشكيلي إلى آخره.